قال رحمه الله: الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا هذا المثل في التعليم، وأن المسلم عنده فطنة، المؤمن كيس فطن، عنده فطنة وعنده نباهة، وإذا دخل مدخلا وجد أن هذا المدخل فيه زلل وفيه خطر، وربما ترتب على دخوله في ذلك المدخل مضرة، تجده يرتدع ما يدخل معه مرة أخرى، ما يدخل معه مرة أخرى، لأن الآن المثل عجيب الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أرأيتم لو أن شخصا في البر وجد جحرا أعجبه جمال هذا الجحر وحسنه، وأدخل يده يبحث في الداخل في الجحر، أدخل يلعب أو يدخل ينظر في هذا الجحر، ولما أدخل يده لدغته حية أو لدغته عقرب وتأذى بسمها حتى كاد أن يموت منها، هل ترون هذا الشخص مرة ثانية يأتي ويدخل يده في جحر؟ سيصبح كل ما رأى جحر يبتعد عنه مسافة بعيدة، ما يقترب منه، لأن مثل ما قال عليه: لا يلدغ من جحر مرتين، ما يمكن. حتى لو تأتيه تقول له: أعطيك 1000 ريال تعال ادخل يدك هنا، يقول: لو تعطيني ملايين ما أدخلها، لأنه جرب كاد أن يموت، لما أدخل يده كاد أن يموت، فلا يفعل ذلك أبدا. نفس هذا مثال عجيب سبحان الله، يعني هذا الآن لما تقرأ هذا المثال والله تدرك نصح النبي لنا عليه الصلاة والسلام. الآن هذا الرجل الذي أدخل يده في جحر فلدغ وتأذى وكاد أن يموت، هل تظنون أنه سيدخل يده فيه مرة أخرى؟ لا. إذن المؤمن إن دخل في طريق وجد أن هذا الطريق أوقعه في كبيرة، هل من العقل ومن الفطنة أن يدخل مع الطريق نفسه مرة أخرى وهو يعلم أنه لما دخل معه في المرة الأولى وقع في كبيرة؟ الآن لو نسأل أنفسنا: أيهما أعظم، الكبيرة ولا لدغة الحية؟ أيهما أعظم، الكبيرة أو لدغة الحية؟ لدغة الحية إما أن تشفى منها أو تموت بها، وأنت على كل حال مأجور، لأن هذه مصيبة، والمصائب كفارات، والمصائب إن سواء مت أو شفيت أنت على كل حال مأجور إن شاء الله، وستتعب منها وقتا من الزمان. لكن الكبيرة هذه مغبتها عظيمة وعقوبتها وخيمة، وهذا المعنى يوضح لك عظم النصح، نصح النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هذا المثل العجيب. قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لأن إن لدغ منه لا يلدغ منه مرة ثانية. كذلك المؤمن يقظا، إن مثلا صحب شخصا وجد أنه أتلف أشياء من أخلاقه بهذه الصحبة، هل يستمر وهو يرى نفسه حصل له هذه المضرة؟ أو مثلا سلك طريقا هنا، حتى لما نضرب الأمثلة ما يغيب عن أذهاننا بلية الجوالات الآن والمواقع التي فيها والمصائب. الإنسان العاقل إذا وجد أنه فيما سبق من حياته دخل بعض المواقع الموبوءة، وجد أنها أضرت بقلبه وأمرضته وأسقمته وجرته إلى شيء من الحرام، ينتبه ما يدخل مرة أخرى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالحديث هذا حقيقة من أنفع ما يكون في إيقاظ النفس وتأديبها وتربيتها وأطرها على الحق وإلزامها بالاستقامة والبعد عن مداخل الشر يكون منها
على حذر عظيم وفي حيطة تامة. نعم.